لا شك أن الحديث عن الفرص والتحديات التي تواجه الأسواق المالية بشكل عام والعربية منها بشكل خاص هو حديث متجدد، لأنه يرتبط بالظروف والمتغيرات الاقتصادية والسياسية ومتغيرات صناعة الأوراق المالية، والتي هي في تغير مستمر، الأمر الذي يجعل الفرص والتحديات التي تواجه الأسواق المالية العربية متغيرة بتغير تلك الظروف، وهذا يستدعي دراستها بين الفينة والأخرى لاتخاذ الإجراءات التصويبية المناسبة التي تصب في تحسين أدائها ومعالجة التحديات ما أمكن وتحويلها إلى فرص. ففي وقت سابق واجه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية قياسية خلال الفترة من 2015 إلى 2020، أدى إلى ارتفاع الدين العام إلى قرابة 21 مليار ريال عماني، يشكل ما في حدود 70% من الناتج المحلي، ونتج عن ذلك انخفاض التصنيف الائتماني للدولة، الأمر الذي قلل من الخيارات التمويلية المتاحة ورفع من كلفتها، وعليه توجب إيداء إيجاد طرق غير تقليدية لمعالجة التحديات المالية في تلك المرحلة، كان من أهمها إطلاق البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي في نهاية عام 2019. المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية بنعقد لأول مرة بشكل فعلي منذ جائحة كورونا هنا في مسقط في سلطنة عمان، وكلنا نشعر بفخر بده كونه هو الحدث الأكبر والأهم في صناعة أسواق المال في المنطقة العربية، وكلنا سعادة أن احنا موجودين معكم هنا في سلطنة عمان. أهمية المؤتمر أن هو بيجمع كل الرؤساء التنفيذيين للبورصات العربية وشركات التقاص ومراكز الإيداع العربية، بالإضافة لمؤسسات مالية كثيرة. بيشاركنا النهاردة أكثر من 55 متحدث من مختلف الجنسيات، بنناقش مواضيع هامة في الاستدامة، في التكنولوجيا المالية، في البنية الأساسية لأسواق المال، بالإضافة لمواضيع أخرى كثيرة. سعداء أن احنا نكون معكم هنا وعلى استضافتكم لنا النهاردة. كان حلم حتى في مجالسنا، كان حلمنا أن نربط البورصات مع بعض، وتم ربط بورصة مسقط مع بورصة البحرين من خلال منصة تبادل هب. فحاليا أي مستثمر عماني أو مستثمر بحريني بإمكانه التداول في السوق الآخر خلال وسيطه المحلي، وبدون ما يحول عملته، وبدون ما يعني جميع وبدون ما يكون عنده بعد خطوات أخرى يقدم فيها، في مثل حسابه الحالي ما يحتاج يسوي أي خطوة أخرى للتداول في السوق الآخر. أتوقع هذا كان معنى الربط ووصلناه. التعاون إن شاء الله دائما يستمر في الأمور الأخرى، منها يعني التوعية والتدريب، لكن الأمور الأساسية الحمد لله احنا متعاونين، وأتوقع وصول إلى هدف ربط الأسواق وصلناه، وأعلى من كذا يعني إن شاء الله نطمح.